السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانيين، اش كتعاودوا؟ مهنيين، كلشي بخير؟ كي دايرين وليداتكم؟ الحمد لله. اليوم قلت غنوجد مع واحد شويه ديال الرغيف او المسمن على حسب كل واحد شنو كيسميه، وقلت علاش ما نبارطاجيش مع البنات، وغنوريكم الطريقه اللي نحتفظوا بها بهذاك المسمن في الكونجيلاتور اطول مده ممكنه، ومنين جبدوه نطيبوه كيجي بحال الى يلاه هذا بحال يلاه مصوبينه. الطريقه هذه الطريقه اللي غنوريكم مختلفه على الطرق، حيت حنا مولفين كطيبي المسمن وكديري في بلاستيكات بايدين وكديري في كونجيلاتور، هذا لا، هذا غادي نورقوه كلشي وغنحتفظوا به في الكونجيلاتور الوقت اللي نبغيوه نجبدوه في ظرف 10 دقائق يكون موجود عندكم. وغادي نوجد معكم الحريره المغربيه، واخا فايت فيها نبارطاجيها في ديرها في فيديو، ولكن بما اني غنوجدها غنعاود نتشاركها معكم بسرعه. نبداو على بركه الله، وكنشكر كاع لي زابوني جداد يتابونوا عندي في الشين ديالي، وكنقول لهم مرحبا بكم والف مرحبا. اول حاجه نبداو بالعجينه ديال المسمن. عندي هنا واحد الكميه ديال الفورص الدقيق الابيض، وزدت عليها شويه ديال الفينو، ودرت لها شويه ديال الخميره وشويه ديال الملحه. وهنا راه درت الماء باش يدفى باش نعجنها، الماء يكون غدا فيه ما يكونش طايب ما يكونش سخون بزاف. المهم انا غادي ندير لها دابا الماء ونعجنها مزيان ونخليها تدلك، ونعاود نتلاقى معكم باش نوجدوا ندوزوا للمرحله المواليه. هانتوما كما كتشوفوا هانتي العجينه راه كنخليها شويه منخوفه، وكنخدم العجانه وكنخليها باش تدلك مزيان. هانتوما يا ما نديروهاش جاريه من الاول، نطلعوها شويه قاصحه، ومن بعد كنبداو نرخفوها شويه بشويه بالماء. وهنا راني خديت كوكو ديالي درت فيها حمص، وعندي هنا الربيع اللي هو مصوب بهذا قد الكاميرا اللي مقرط، والكرافس غادي نزيدهم. هذا الروتين ديالي المسائي، بغيت نشاركو معاكم. المهم على ود الصداع يتعجن هذا المسمن ونخليه يتراجع، ونعاود نرجع معكم باش نكمل معكم المراحل ديال الحريره. هنا من بعد ما تعجنات ليا العجينه، هانتوما شوفوها كي كتجي، راه كتجي رطبه وكترخف. من بعد ما تعجنات مزيان خليتها في هذا لو بولني ديالها، غادي نغطيها بواحد الزويف ونخليها واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق غير باش ترتاح على ما نجمع الحريره ديالي. كما قلت لكم رانا فايت فيا مشاركه معكم، ولكن دابا غنديرها معكم بسرعه باختصار، ونعاود نرجع باش نوريكم كيفاش نورقوا هذا المسمن ديالنا وكيفاش نحتفظوا به في المجمد. المهم خليكم معايا، غناخذ واحد الزويف نقي نغطي به هذا. هانتوما غطي، سمحوا لي غطيته، نحيدو هنا على جنب نخليه صافي، ونكمل معكم الحريره ديالي. كما قلت لكم راه درت هنا شويه ديال الربيع، شويه ديال الحمص صافي. غادي ناخذ هذا الربيع ديال القياس اللي غنحتاج ديال الربيع، عندي هنا المجمد، ناخذ القياس اللي غيخصني هو الكرافس. نتوما ما شاء الله البركه، نحيدو ناخذ الكرافس تاع هومايا اللي مصوباهم في الكونجيلاتور. هكا ملي كتصوبي كلشي في الكونجيلاتور كيجي ساهل، الا غتجمعي الحريره ولا اي حاجه غتوجديها كيعاوننا، كتبقايش عجزتي على شحال من حاجه. المهم انا درت الكرافس صافي، وغناخذ واحد الكميه ديال مطيشه اللي انا غسلتها مزيان، وغنديرها في الفريرانسيه. قلت لكم انا بعد ما درت هذاك الربيع والكرافس في هذا في الكوكوط، غناخذ هاد الاله ديال الضو اللي طحنت فيها الربيع نيت حتى هي، وغندير فيها واحد الكميه ديال مطيشه وواحد البصله اللي غتكون مويه، ونطحنوا ونزيدوا عليهم ونزيد عليهم شويه ديال السمن الحار، ونعاود ندير لهم العطريه ونعاود نتلاقى معكم.
المهم انا من بعد ما طحنت هذيك مطيشه والبصله راه درتها هكا زدت على داك الربيع والكرافس ومطيشه ودرت لهم واحد المعلقه صغيره ديال السمن ها هي ودرت شويه ديال الخرقوم وشويه ديال البزار وشويه ديال سكينجبير. غادي نزيدها مازال شويه ديال الماء وندير واحد شويه ديال الزيت النباتيه ونسد عليها ونخليها ديك الساعه باش طيب عاد باش من بعد انا غنضيف لها العدس. العدس انا ما كنديروش من الاول ونعاود نتلاقى معكم باش نبداو نورقوا هذاك السمن ديالنا. المهم العجينه ديالي ها هي انا بديت كنكور فيها كندير فيها كرات هكا صغار اللي بغى يديرهم صغار يديرهم اللي بغى يديرهم متوسطين يديرهم اللي بغى يدير كبر من هكا يديرهم وكنجمعها بحال هكا حتى كترجع على شكل كريسه صغيره ونحطهم في هاد الصينيه ولا في هاد البلاطو اللي دهنته بشويه ديال الزيت. فهاد الجبانيه راه عندي شويه الزيت وهنا عندي شويه ديال الزبده اللي مذوبه. هانتوما شفتوا العجينه كي كتجي راه كتجي مرخوفه كل مره كندهن يديا شويه وكندير هكا كرات. المهم انا غنبقى غاده بهذا الشكل هكا تندير هاد الكرات كاملين اللي عندي ونعاود نرجع معكم باش نوريكم كيفاش غنورقهم وكيفاش غنطيب هادوك اللي غادي نطيب والاخرين اللي غنحتفظ بهم. يلا هانتوما معايا. من بعد ما درت دوك الكرات كاملين ها هو خرج لي هاد المقدار هكا غادي نبدا معكم نورق معكم شي وحدات هكا. ثم ناخذو ديما غنبداو بالاولى في نفس الوقت الاخرين نخليوهم مغطيين بشي زويف ولا شي ولا شي بلاستيكه هكا. المهم ونبدا نورق فيهم وراه عندي الزبده ذوبتها اللي عنده الفينو ولا عنده السميد رقيق ولا هذه دايره من الداخل انا ما بقاش عندي. نورقهم هكا من يكون واضح هكا باش تشد الكاميرا كل شيء. نورقو لها الجناب قرب عليها هادي وناخد شوية ديال الزبدة على هاد الشكل ديالها لها الداخل صافي ونطويوها عادية وانا غنديرهم بسمنات عادية ها هي ونقوم معاكم واحدة أخرى. وبالنسبه للحلاله ديالي راه كيما قلت لكم راه سديت عليها خليتها تطيب غنورها معكم ندير لها مطيشه الحك ديك الساعه وداكشي كاع اللي غادي باقي خصها. المهم نمشيو مرحله بمرحله. المهم انا غنبقى غاده بهذا الشكل هكا نورق لها الجناب مزيان وندير لها شويه ديال الزبده من الداخل من الداخل ونبقى غدا بحركة تنكملهم كاملين ونعاود نرجع معكم. مهم بعد ما ورقت هادوك هاد البسمنات ديالي كاملين هادو هانتوما راه دهنت هاد البلاطو وستفتهم فيه غنغطيهم بالسلوفان وبواحد البلاستيكه تكون نقيه. وانا راه بديت كنطيب هاد ديولي هادو غنطيبهم دابا لان بغيتهم دابا وهادو غادي نغطيهم كيما قلت لكم بالسلوفان وشي بلاستيكه نقيه ونخشيهم هكا في المجمد حتى كيكرمو ملي كيكرمو كنهزهم ونجمعهم في دوك لي باركيت ولا فشي هذا فشي بواطه ولا شي حاجه ونخليهم في الكونجيلاتور. النهار اللي كنبغيوهم كنجبدو القياس اللي بغينا ولا ما كيتلاصقوش نجبدو القياس اللي بغينا ونطيبوه نحطوه كيطلق ديك الساعه واحد 5 دقائق ولا 6 دقائق كيطلق وكتور وهادو كتقرصيها وكطيبيهم. المهم هادو ديالي هنا انا نتوما نوريكم قابلكم الكاميرا هما راه بديت كنطيب فيهم شفتوا ما كيفاش كيجيو راه كيجيو مورقين وكيجيو زوينين. هادو اللي قلت لكم ها هما كما شفتهم ناخذ السلوفان نغطيهم ونخليهم حتى يكرمو مزيان. هذه راه الطريقه اللي هي مجربه وكتعطي نتيجه مضمونه. نغلفو كله باش ما يدخلش ليه داك البرد ديال الثلاجه بهذا الشكل هكا هكا نغطي هاد الجناب حتى هما هكا نمحو ليا لان مع الزيت كيتزلق هانتوما بهذا الشكل هكا. وغندير ندير هاد الصينيه بحال هكا
في الكونجيلاتور. المهم ملي تكرم انا غنجبدها ملي نبغي نسد الفيديو وغنوريكم كيفاش غندير ليهم باش يبقاو ما يلصقوش مع بعضياتهم. يلا المهم هاد الاخرين ديالي انا راه كنطيبهم، والحلالات ديالي انا صفرات وطفيت ليها. نكمل هاد البسمن ديالي، راه قلتها لكم رانا وريتكم كيفاش دير يطيب مزيان، ونعاود نتلاقى معكم. المهم بعد ما كملت هاد البسمن ديالي كامل غنوريه لكم ملي نسالي مع الحريره. هنا راه عندي واحد البيضه، عندي هنا شويه الشعريه، وعندي هنا الدقيق اللي صوت باش ندور الحريره. كما قلت لكم بعد ما طاب الحمص والربيع ودوك المقادير اللي درت في الاول، حليت الكوكوط وزدت شويه ديال العدس وعاود سديت عليها حتى طاب ليا العدس وطاب داك الحمص كله مزيان. مهم ها هو كما كتشوفوا. دابا غادي ندير ليه هكا، غندير شويه ديال الشعريه هاد الرقيقه اللي بغى يدير، هاد الرقيقه يديرها، اللي بغى يدير غليظه يديرها. المهم غادي نحركها مازال واحد شويه تطلع فيها مزيان الغليه هكا، تطلع فيها مزيان الغليه. وغادي ندير الدقيق ديالي، غنبدا ندور به الحريره. المهم ديك الساعه راه الحريره الدقيق راه نتوما كيبقى لكم الاختيار، اللي بغاها تكون خفيفه راه ما يديرش بزاف، اللي بغاها ثقيله راه يدير الدقيق نيت. وما ننساوش الملحه، انا الملحه ما كنديرها حتى الاخر. المهم ها هي نتوما كيما كتشوفوا، حيد هذا نبقى نحرك. المهم غنبقى نحرك هكا حتى تغلى، نجبد مازال شويه ديال الربيع اللي غيكون طري اللي غنزيد في الاخر ونعاود نرجع معاك. من بعد ما جبدت هذاك الربيع ها هو، يا سمحوا لي راه قطعت التصوير باش نمشي نجبد الربيع. هانتوما كنحركها تطلع فيها الغليه مزيان. وبالنسبه لذاك المسمن اللي قلت لكم نحتفظوا فيه من مجمد، ها هو راه جمد، غادي نجبدوه منين سالي باش نوريكم حتى هو كي غندير ليه. ندير دابا شويه ديال الملحه، الملحه راه نتوما كيبقى لكم على حسب، انا هاد الملحه عندي ما ملحاش بزاف، غادي نبقى وقا نغسل يديا. المهم هانتوما كنحركها بحال هكا حتى تغلى، وغادي نضيف ليها هاد البيضه ونخليها مزيان تطلع فيها الغليه، وغنضيف ليها واحد شويه ديال الربيع في الاخر باش تبقى فيها ديك النسمه ديال الربيع. ونعاود نتلاقى معكم باش نوريكم الشكل النهائي ديال الاطباق ديالي، ونوريكم البسمن حتى هو كي غندير ليه هانتوما معايا. المهم بعد ما طابت الحريره ديالي هانتوما كما كتشوفوا راه كتجي على هذا الشكل بحال هكا. هانتوما قربها حدا الكاميرا راه كتجي خفيفه هانتوما. وبالنسبه للبسمن ديالي اللي طيبتها هو رجع على هذا الشكل هانتوما، كيجي محمر كيجي مورق ها هو. وبالنسبه لهذاك البسمن الاخر اللي قلت لكم راح تحتفظوا به في الكونجيلاتور، ها هو راه جبت هذا البلاطو اللي كنت درت ما يكون واضح هاد الكاميرا باش يبان لكم مزيان. انا جبدته حيت صافي ها هو، هانتوما كيما كتشوفوا راه كيجي كيولي كارم. اشنو غندير انا غنحتفظ به في هاد البواطه، غناخذ واحد بلاستيكه بيضاء غادي نفرشها وغادي نستفو هكا، ما عنديش دوك لي باركيت ما خديتهمش. المهم ديما نقضيو داكشي اللي عندنا هكا نحطهم، وندير عاوتاني طريف ديال البلاستيك غير باش ما يتلاصقوش ولا شي حاجه ولا هذا، ونعاوتاني نحط هادوك الاخرين فوق منهم. راه ما كيطرى ليهم والو، راه كيما قلت لكم ملي تبغيوه تجبدوه واحد 5 دقائق على ما درتو الماء يطيب، ولا وجدتوه اشنو غديروا كتلقاوهم طلقوا وكطيبوهم، وهكا راه كيجيو احسن من هادوك اللي كيطيبوه كنديروه في الكونجيلاتور. المهم هكا ونبقى غدا بهذا الشكل هكا تنكملهم كاملين ونحتفظو في المجمد. نتمنى انكم تجربوا هذه الطريقه وتخليوا لي الراي ديالكم فيها في التعاليق.
خليو لي الراي ديالكم فيها التعاليق. المهم هكا تناخذ طريب اخر ديال البلاستيك باش نفرق هادو كما قلت لكم، وتجربوا هاد الوصفات، واللي جرب شي وصفه ديالي خلي لي الراي ديالو. وهاد الطريقه راه طريقه ناجحه 100%، وكنتمنى انكم ما تنساوش تخليو لي واحد اللايك وتبارطاجيو لي الفيديو ديالي مع الاهل والاصحاب والاصدقاء ديالكم. وهذا هو الروتين ديالي المسائي، ودابا ما بقى لي الا نودعكم والى فيديو لاحق ان شاء الله، وشكرا.